هاي وهي انا مصطفى. نحن هاي فيديو سيلفي والمقبره وفي جنازه خلفي. حزروا جنازه مين يا حزركم؟ مستحيل تحزروا على فكره، طبعا بعيد الشر عن قلبه اللي ناقصه بالمسلسل. ام بزبل تحزروا ام بزبل. بنحبكم، تابعونا، نشوفكم برمضان ان شاء الله. باي. شي لحنها بالايادي. يعني ما راح تقول شو صاير معاه؟ شو صاير معك؟ شو صاير معك؟ شو قصدك؟ ما فهمت. يعني كنت شوفك عم تبخ الباب، الصراصير، الدبان، لك شو قصدك؟ لا قصه ولا شيء. كل ما هون ذلك اخي اشتغلنا كثير بهالحياة وتعثرنا. لك نمس؟ ايي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 ي
شيء ولا شيء الله وكيله. يعني مالك ناوي ترجع للشغل؟ لا لا ما ناوي، ناوي غير حياتي هيك كلها قفه لفه. شلون بقى؟ بدي اشتري لي دكانه وظبط حالي فيها. ليش عم تضحك ابو الحكم؟ لكن مو عاجبينا. لا ما عجبوه، بس اللي عم يضحكني انه شفناك فوق وشفناك تحت، والمثل بيقول الباس ماله ودكتب 14، يعني شو ما اشتغلت وشو ما اعتملت رح ترجع لكارك بخاخ بق. لا ما حشرت، هذا كان زمان، مش هلا تغيرت الاحوال. شنو من بعد حشيشي عمره ما ينبت حشيش، بعد حشيشي ما ينبت حشيش، اي ومن بعد عمري عمره ما حدا يعيش، وعيش يا قديش ليطلع الحشيش. لك من يوم يومك اندبوري كاسر ايدك وعم تحشد عليها، قال شو بدي افتح دكان. لك على مين السلبي؟ صحيح انك اجدر. ناموسي يا سلام. ادفع على يمين شوي بس، اسمعوا شعره. يلا يا شباب، يلا يا شباب، والله شو هالرد المخيه، الله يعدل اياكم انتوا يا شباب. نعم هذا صوت. ها ارفع يمين شوي يوووو. نعم نعم صم تلكي تكيله فوق عليك بوبة. بس يلا اوكي. اليوم عرس يا عود، انا ابو جعفر بباب الحاره. افتح يا